فمن اهم امراض القلوب الكذب وحين يقع الانسان في الكذب فقد نقل نفسه من دائره الايمان الى دائره المنافقين ان اصر واستحل الكذب واستمرأ ولذلك كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى قبل الرساله من ادبيات العرب الصدق كان يلقب النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الامين. والانسان الصادق هو صاحب الشخصيه القويه. اعرف على طول بلا نقاش. والانسان الكذاب هو صاحب الشخصيه الضعيفه الذي لا يقوى على المواجهه ولا يستطيع ان ينتصر لا لنفسه ولا لكرامته فيميل الى الكذب اعاذنا الله واياكم. كان محمد صلى الله عليه وسلم قبل الرساله هو الصادق هو الامين وظل بعد ذلك وكانت هي مقدمه لحسن السمعه ولهذا الخلق القويم فاستقبل الناس العدو قبل الصديق كان يحترم النبي صلى الله عليه وسلم ده امر هام جدا احترام الشخصيه ذاتها بتنبع من السلوك القويم والسلوك القويم ينبع من قلب سليم استطاع صاحبه ان يحصل التقوى. وخلي بالك التقوى هنا نسبيه يعني مش كلنا على درجه واحده ولذلك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فاتقوا الله ما استطعتم لان الايمان درجات كما ان النار دركات اعاذنا الله واياكم. وكان فعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لكي يعلم المسلم أن يحافظ على نقاء القلب وسلامة السريرة أول حاجة النبي كان يعلمها إيه إنك تهتم بإصلاح ذاتك أحد الصحابة يدخل على النبي المصطفى ويقول له يا رسول الله فداك أبي وأمي من نجا يريد تقول لي جملة تجعلني من الناجين من نجا يا رسول الله طبعا لو حد النهاردة جاي بيسألني من نجا هنكتب مؤلفات سيدنا النبي قال له ايه امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك يا كل الجمل الجميله دي بتوفر لي جو من الامن والطمانينه كي استطيع ان اجمع بين خيري الدنيا والاخره اه فعلا امسك عليك لسانك حين امسك اللسان عن الكذب ادي اول واحده حين امسك اللسان عن الغيبه وعن النميمه وعن نقل الكلام بين الناس بغيه او بهدف الافساد وعدم الاصلاح كل ذلك من المهلكات من محبطات الاعمال وحين اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحظى بامه قويه بدا يعمل اعداد داخلي الوصول للعالميه استطاع النبي ان يكرس له من خلال ايه؟ فكره ان انا ارقى باخلاق الامه ليس منا من لم يحترم الصغير ويوقر الكبير ها ويحنو على الارمله ويعطف على اليتيم ليه؟ لانها الامه التي مدحها الله عز وجل رحماء بينهم رحماء بينهم و ابشع انواع الظلم ان يقع الانسان في ظلم نفسه بان يبعد نفسه عن القائل ويتمسك بالرسائل ما احوجنا ايها المؤمنون الى ان نقف وان نحاسب انفسنا كما كان فعل عمر حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم